الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحباب، أنا قلت لكم أن السياسة والمال والفساد وحب الدنيا والمناصب هي سبب خراب بيوتنا إحنا الليبيين في كل مجال. الجمعة الماضية انقلبت الدنيا ولم تقعد، وأردت والله أن أخطب هذه الجمعة ليس انتصارا لنفسي أبدا، والله ما أحزنني الأمر ولا تأثرت أبدا، بالعكس يبدأ الإنسان جالس في بيته والحسنات تنهمر عليه. فهذا موضوع أتركه على جنب. الشيء الوحيد الذي آلمني أنني أتهم بإساءتي إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا القمة الشامخة وهذا الطود العظيم. ها؟ من محمد الخوجة خطيب مزران، يا بئس الخطيب وخطيب مزران، أشعار وأبيات، واحد يتصل بيك يسب الدين، يسب معلش سامحوني، وبعتالي يقول لك أنت ما شوفوا الانفصام أرجوك، شوفوا الصورة، واحد أنت مش ماشي مع توجهه، مش عاجب كلامه، واحد هو فاسد لأنني نتكلم في خطب عن الواقع، لا ما تتكلمش، مليكش الحرية، لازم تكون في السياق اللي يريدونه هم. واحنا اللي ما نبوش هيك، احنا نبو مجتمع راقي، نبو مجتمع متحضر. يا أحباب، نشر الخبر اليوم الأول ما صار شيء، ثاني يوم في المرصد وفي القنوات اللي تعرفوها 218 ومش عارف ايه، نزل الخبر الشيخ في مزران يقول لو جاء عمر بن الخطاب ما استطاع أن يفعل ما فعله الدبيبة. بالله عليكم وانتم حاضرين، والحمد لله اللي فيه تسجيل، هل قلت أني هذا الكلام؟ ها؟ والناس شوفوا انتم العامة، يفتح موقع الانفصال هذا أول ما يشبح العنوان لعنة الله عليه على طول بدون أن يسمع الكلام، بدليل أن المجتمع كثير من الأخوة المتحضرين اللي فاهمين، أو يا سيدي ما نقولش فهموا الكلام وعادي السياق وما فيش أي بأس، لكن البعض الآخر يتصيد. واحد أنت لأنك أنت مثلا ضد الكرامة أو كذا فهو بيجي ضدك. أنا قلت لكم يا أحباب واللي ماشي تدوا واللي تنتقدوا فيا، أنا لست ضد الكرامة ولا ضد حفتر ولا ضد كذا، أرجوكم افهموني، والروح والنفس ياخذها رب العزة، أرجوكم أنا لست ضد، أنا ضد الدم الليبي يا ناس. ها؟ إهراق الدماء، بالله عليكم من أول ما صارت الحرب والعدوان على طرابلس، هل في يوم من الأيام أستحلفكم بالله حرضت على قتل ولا قلت أطلعوا ولا ديروا ولا كسروا ولا أبعت ولادكم للحرب ولا ديروا؟ ما قلتاش الكلام هذا، لكن طلاب السلطة هم اللي يبوا يحكمونا هادو. ها؟ لأنك أنت تقول في الحق وأنا انتقدت الجميع، ما انتقدت، أنا ما مدحتش دميت حفتر وسكرت اللي هنا، أنا قلت كنا ساهمنا في خراب الوطن، لكن طرابلس عندما هجم عليها قلت يا ناس الجلوس والسياسة واختسام الحكم وإحنا ليبيين وكذا، هذا هو اللي قلته. لكن الآن بعد أن حدث ما حدث، قتل الأبرياء وشردوا اللي في كلية واللي كذا واللي كذا واللي كنت نقول فيه في أيام الحرب، أرجوكم ها؟ صار الآن واقع ولا؟ الآن جول الانتخابات، باي وينكم يا ليبيين باي؟ ها؟ الآن جول الانتخابات، معقول احنا دمنا هيك؟ هذا بقول لك مصالحة، خليني يعني والله في علماء من علماء احنا ليبيين، علماء ليبيا اللي اعترف بهم بس، واللي حتى علماء الأمة كلها انت تمشين يقول لك اذهب إلى علماء بلدك، هم الأولى بالفتوى وأولى بكل شيء، تخرج ليش برا ليبيا؟ هؤلاء يقول لك لا يا شيخ معليش في سبيل المصالحة يصير المسامحة والتغاضي، وإحنا كنا نبوه هذا، ما نبوش لأعدائنا يتشمتوا فينا. يا أحباب، إذا كنت أنا نبي نطبل ونبي نزمر أهلي في مزران وأحبابي والناس اللي نعرفهم يعرفوني، أيام كان القدافي وكان نبي نزمر ونطبل، راني طبلت وزمرت، وأهل مزران يعرفون أنني في أيام كانت الخطبة عندما تكون على سيدنا عمر كانت تكون جريمة، يناديك القسم الأمني ويناديك الأمن الداخلي ويناديك الأمن الخارجي ويناديك الدنيا كلها. ها؟ كان نبي طبعا أفردت خطبا طويلة أيام قبل الثورة
بسنين عن سيدنا عمر بن الخطاب، فلا يطعن أحد في ذمتي ويقول إنني تجرأت على سيدنا عمر بن الخطاب. كلام مردود، كلام لا أساس له. وفي النهاية الحمد لله رب العباد هو المطلع على السرائر، وهو العالم بما في القلوب. حتى الكافر عندما تقوله الشيخ محمد تجرأ على سيدنا عمر، راهو كفرتوني، راهو هل تعلمون أن من يؤذي الصحابة أو يتجرأ على أحد منهم عند أهل السنة كافر بالإجماع؟ هل تعلمون هذا؟ وهل تعلمون يا إخوتي يا أحباب أن حتى من يقول الكفر هكذا بواحا يجب أن تقام عليه الحجة أولا من العلماء قبل، بس بعتالي كفروه مش من الأول، قد يكون غايب عن الوعي إنسان هذا. المهم أنا قلت له في أول خطبة، طبعا قالوا أن قال له أنني أراك مهاتير ليبيا، وأنا يشهد الله سبحانه وتعالى ما قلت. قلت له هذه رسالة مبطنة لمن يفهم، أسأل الله أن يجعلك مهاتير هذه الأمة. مهاتير شن عمل يا جماعة في ماليزيا؟ مهاتير قضى على الفساد، مهاتير أقام الدولة الماليزية لأصبحت الآن من الدول العظمى السبعة. هذا هو مهاتير، باهي هو رئيس الدولة جاء باهي، وفيش حد منا ينكر إن في أفعال طيبة عملها، خلينا في فساد وفي خراب وفي خشلة فاسدة، هذا كله صاير. لكن هل من الأدب أن هو يحضر، هو رئيس الدولة وهو السلطان وهو ولي الأمر؟ كان بإمكاني والله نتجرأ وأبسط من البساطة، والله ما يهمني شيء، ونبطل له كلامه ونعطيه ونطلعها صفر. لكن أنا أردت أن أرفع من همته. معليش هو بني آدم يا ناس، أرجوكم هو بني آدم في النهاية، وأنا ما طبلت له، أنا قلت له دعاء أحسنت جزاك الله خير. لو طبلت يا إخوة تفكروا التطبيل كويس، إحنا الشعب الليبي الحمد لله خبرة في التطبيل. أنت شمس القمر، أنت النهر التي تجري، أنت المهندس، أنت الصانع. وصلت حتى لو كان هناك أحد يستحق السجود لكنت أنت. أنت الذي أنقذت ليبيا، أنت التي أخرجتنا من الظلمات. خذوا من الكلام والتطبيل، هذا هو التطبيل يا إخوة. لكن أن يأتي ولي الأمر ويقول كلام هذا، فوالله العظيم ليس هذا. المقولة اللي قيلت لو جاء سيدنا عمر ما استطاع أن يفعل شيء، هناك فرق يا إخوة، هناك فرق بين ما استطاع أن يفعل شيء والاستطاعة هذه لله سبحانه. مش هو في أسماء الله الحسنى القادر المقتدر سبحانه وتعالى. البشر كنا قد نصيب وقد نخطئ. أما إن قلت أنا والله جاء سيدنا عمر ولن يفعل شيء، يعني بيقعمز زينا مقعمزين هادو ومش حيدير شيء، هنا صح نكون أخطأت. لكن أنا ما قلت، ونيتي هكذا، والكثير من الإخوة الكثير فهموا هذا الكلام. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن يا إخوتي أضرب لكم مثال من التاريخ لكي نفهم الموقف أرجوكم. هل هناك فرق بين سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عمر؟ هل هناك فرق بينهم؟ هل هناك فرق؟ صحابة أجلاء، بل سيدنا علي رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، غدا أعطي الراية لمن يحب. خذها سيدنا علي، فمقامه ودمه قربته من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم صحابة لا نفرق بين أحد منهم. باهي جاء صحابة علي رضي الله عنه، اسمعوا الكلمة هذه وأفهموها يا إخوة لنخرج من حالة الانفصام اللي صايبنا. قال له مسلم بن عبيد: يا علي، لما أطاع الناس أبا بكر وعمر ولم يطيعوك؟ ماذا أجاب سيدنا علي؟ قال له: لأني كنت أنا وعثمان رعية أبي بكر وعمر، أما الآن فأنتم رعيتي. شوف المقولة الخالدة الآن اللي بتقال: كونوا مثل رعية أبي بكر وعمر أكن لكم مثل عمر. هذا منه اللي قال الكلام هذا؟ قال سيدنا علي ابن أبي طالب رحمة الله عليه. في النهاية يا إخوة والله حتى كثير من الأخوة طبعا يشبح المقالة سيدنا عمر، تأخذ الحماس والعاطفة والحب، والله اللي فرحتني. الله كويس إن الأمة تبقى متمسكة برموزها وبصحابة نبيها صلى الله عليه وسلم.
وبإسلامها، وهذا ما أقوله لكم في الخطبة، ويشهد الله هذا الكلام. هذا مفروض يكون متشبتين بهذه الرموز إن شاء الله. فالحمد لله أن ما زالت الأمة صحية. لكن يا إخوة، سيدنا عمر لو جاء في هذا الزمن لا يريد منا هذا الفساد والخراب وقلة الذمة وعدم الرحمة والتكالب على الدنيا، بالعكس سيكون موقفه مخالف لهذا الكلام، ولا يريد الدفاع عنه بالعاطفة فقط، نريد التطبيق الفعلي، هذا ما نريد. وأرجو أن أكون قد وصلت فكرتي لكم، هذا ما أقول.